خبر عاقل وبشرى إصرار الرهن للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج. وزارة التعليم العالي والخطوط الجوية اليمنية توقعت اتفاقية تخفيض أسعار التذاكر للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج بنسبة 25%. خبر عاقل وبشرى إصرار الرهن للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج. وزارة التعليم العالي والخطوط الجوية اليمنية توقعت اتفاقية تخفيض أسعار التذاكر للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج بنسبة 25%. خبر عاقل وبشرى إصرار الرهن للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج. وزارة التعليم العالي والخطوط الجوية اليمنية توقعت اتفاقية تخفيض أسعار التذاكر للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج بنسبة 25%. خبر عاقل وبشرى إصرار الرهن للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج. وزارة التعليم العالي والخطوط الجوية اليمنية توقعت اتفاقية تخفيض أسعار التذاكر للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج بنسبة 25%. خبر عاقل وبشرى إصرار الرهن للطلاب اليمنيين المبتعثين الدراسة في الخارج. وزارة التعليم العالي والخطوط الجوية اليمنية توقعت اتفاقية تخفيض أسعار التذاكر.